السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. وصفتنا اليوم عبارة عن ملوي بطريقة جد سهلة وبسيطة. بلا ما نطول عليكم، ندوز المقادير وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاج الكيلو ديال الدقيق، نوعية ممتازة، وغادي نضيف لهم ربعة أي ما يعادل 250 غرام ديال الفينو، كذلك يكون نوعية ممتازة، لأن سر نجاح جميع الوصفات هو الطحين أو الدقيق يكون نوعية ممتازة. غادي نضيف لهم ملعقة صغيرة من الملح، وغادي نضيف عليهم ساشي أو 8 غرام من الخميرة الكيميائية. بالنسبة لي ما تنستعمل لا سنيدة ولا عسل. غادي نجمع الدقيق، غادي نضيف ليه الماء. هنا غادي نضيف 3 الكؤوس ديال العنبة من الماء الدافئ، ما تنستعملش نهائيا الماء البارد، لان الفينو تيحتاج الماء الدافئ باش يطلق لينا ويعطينا الطعم. غادي نبدا نجمع العجين غير شويه بشويه، هنا عطيتكم المقادير مضبوطه بالنسبه للاخوات المبتدئات. وغادي نضيف الكاس الرابع، بالنسبة للماء كذلك تتبقى الكمية ديالو على حسب نوعية الدقيق. كاين الدقيق عفوا اللي تيتشرب، وكاين الدقيق اللي ما تيتشربش. هنا غادي نبدا نضيف شوية بشوية الماء، تنجمع العجين كله. تقريبا خدا لي 4 الكؤوس ونصف ديال الماء الدافي. بعد ما جمعت العجين كيف ما شفتوا تتكون شوية قاسحة، غادي ندلكها غير شويه، لان الفينو تيحتاج للدليك ماشي بحال الفوص الا كان بوحدو. من بعد غادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي لمده 10 دقائق، نخليها ترتاح على بال ما وجدت الزبده باش غادي نورق. غادي نحتاج 200 غرام ديال زبده المارغرين، هنا استعملت الزبده اللذه. غادي نضيف عليها 2 المعالق ديال الزعتر، وغادي ندوبها. بعد ما ارتحت العجين لمدة 10 دقائق كيف ما شفتوها تتكون عاطية الطعم، غادي ندهن يديا بالزيت، وغادي نقطع هنا الكويرات. بالنسبة لهاد الكويرات درت فيهم 90 غرام، يمكن ليكم تكبروهم او لا تصغروهم على حسب الرغبة. غادي نقطع العجينة ديالي كلها ونكورهم ونخليهم يرتاحوا، ونغطيهم باش يعطوني دغيا الطعم. غادي نحتاج الفينو، الزيت، والزبدة اللي ذوبناها هي، وهذاك الزعتر. بالنسبة لهاد العناصر غادي نورق بهم المسمن أو الملوي. غادي نبدأ على بركة الله بأول كويرة، غادي نطلقها عادي كيف ما شتو. يعني إلا كانت العجين مرتاحة والطحين نوعية ممتازة راه تيعطيك دغيا الطعم، ما تيتقطعش وتيتورق، يعني النتيجة واضحة قدامكم. بالنسبة للأخوات اللي ما تيصدقش ليهم ملوي أو المسمن، غيتبعوا هاد الخطوات إن شاء الله راه غادي يولي هو المعتمد عندهم، وراه ساهل. يعني طريقة موضحة وبسيطة جدا وسهلة، والعجين كذلك ناجحة، يمكن لكم تستعملها في المسمن وفي الملوي. هذه هي العجين المعتمدة عندي. هنا غادي ندهنو بديك الزبدة هي والزعتر. بالنسبة لهذا الزعتر كذلك راه طريقة جديدة معتمدة عندي. اش نقول لكم، ماكلة ودواء. يعني داك الزعتر الناس اللي تضرهم المعدة ولا اللي تيجيهم المسمنة ولا الملوي تقيل، تينفس ليهم. كل ما كليتي في هاد المسمن ما تتشبعيش منه، وكذلك ما تيضركش، تينفس لك المعدة. غير جربوه ان شاء الله وردوا عليا الخبر. هنا طويتها طي عادي، تنعود ندهنها
غادي نعاود نرشها بشويه ديال الفيل. انا مثلا نستعملش السميد لان تطقب ليا الملوي، هادي تتخليه هو هو وتيتنفخ، وغادي نجمعو ونخليها ترتاح. غادي نعاود معكم وحده بالنسبه للاخوات المبتدئات. هنا تنجمعهم كيف ما هو موضح في الفيديو. دائما تنبدا باول كويره سرحتها وجمعتها، نضيع نضغط عليها بحال هكا وتنخليها ترتاح. هنا بعد ما سخنت المقله غادي نهز اول كويره اولا اول ملويه تنورقها، وغادي نبدا نطيبها. ما تنحطها من بعد تنقلبها، غادي نعاود نقلبها على وجهها تندهنها بالزيت. هادو حتى هما من اسرار نجاح الملوي اولا المسمن، طريقه الطياب حتى هي راه تتلعب دور. كيف ما شفتوا راه تيجي حمر مذهب بلا ما تضيفوا لا عسل لا سنيده، غير تبعوا الخطوات وتبعوا ديك المقادير اللي عطيتكم، ان شاء الله غادي يجيكم ناجح. واهم حاجه اهم حاجه العجين ترتاح، يعني خلوها ترتاح. هكذا غادي نبقى حتى نكمل الكميه اللي عندي، ولا عندكم اي تساؤل خلوه ليا في لي كومونتير. ولا عجبكم فيديوهاتي كما العاده ما تنساونيش من الدعم من لايك ومن البارتاج كذلك. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بالصحه والراحه.